بداية نرحب بكم جميعاً مع حفظ الألقاب والأسماء، ولا بد لي هنا أن أشكر إخواني في الدفاع المدني الذين كان لهم دور كبير في اليوم. أطلقنا أول أيام اللي هي برنامج المتطوعين، وبلدة عتيل استفادت من الكوارث الأخيرة، أي المنخفض الأخير عندما فقدت ابن لها وهو الشهيد البطل ماهر بري رحمه الله، وكان دور كبير للمتطوعين من هذه البلدة خاصة بالبحث، وكان لهم دور كبير أيضا في البحث عن الجثة والعثور عليها. فمن هنا بدأنا نفكر بأن نعمل طاقم تطوعي مجهز من جميع الجهات. اليوم نبدأ معهم بالتدريب على أيدي جهاز الدفاع المدني، ومن ثم سنكمل معهم أيضا من خلال الهلال الأحمر لتدريبهم أيضا من نواحي الإسعاف والإنقاذ من ناحية صحية ومن ناحية الكوارث. واليوم تبدأ عنا بداية أول أيام التدريب من قبل الدفاع المدني. الهدف أنه أوجد الشخص المدرب والمهيئ والمؤهل أنه يقوم بعمليات إطفاء، إنقاذ، إسعاف. هذا بيكون خير مساند للدفاع المدني، وبيكون مدرب وبيكون معاه بطاقة ببرزها وبيقول إني أنا بعرف وبيكون مدرب، فبيعطوه الصلاحية إنهم إنه يقوم بهذا العمل ماشي، وبيكون فيه إني بركن أنا عليه. لذا إحنا بنقوم بتدريبهم. هذا التدريب طويل، مدته شهر ونص، بثلاث لقاءات أسبوعية بتدرب من خلالها على الإطفاء، على الإسعاف، على الإنقاذ. وطبعا يعني احنا نتمنى السلامة للجميع، لكن في حال وجود كوارث لا سمح الله راح يكونوا هم دورهم كثير فاعل وكثير مؤثرين وكثير بيقدروا يساعدوا اهليهم وبلدتهم والناس اللي جنبهم. طبعا هو مفهوم العمل التطوعي موجود بتاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا وموجود بموروثنا الثقافي، وهو جزء من الشخصية الفلسطينية التلقائية. فارتأى الدفاع المدني يكون في عنده جسم من الشباب المتطوع من اجل خدمة البلد ومساندة البلد. جاءت الفكرة بداية من أيام الفيضانات اللي حصلت علينا ببطول كريم، إنه يكون في عنا شباب مساندين للطواقم العاملة بالدفاع المدني. فحاليا هاي الدورة من أجل العمل على إيجاد جسم وإطار المتطوعين للشباب من أجل مساندة البلدية والبلد.